النهارده برنامجنا هيستضيف أسطورة من أساطير الكرة المصرية، سواء في الكرة أو في الإدارة أو في كل شيء. أسطورتنا النهارده هنكون مع نجم النجوم كابتن حسن حمدي. بيتك طبعا نروح هنا كده بس ثانيه كده واحده كده يا كابتن. انت فاكر انت 2008 لما اعلنت على اول قناه فضائيه لنادي في الشرق الاوسط؟ فاكر طبعا يعني دي يعني حادثه ما بتتكررش كتير، يعني نعم. احنا نعمل قناه وخلي بالك كان قبلنا ما فيش قنوات فضائيه رياضيه. نعم. هل كان قرار صعب ولا اخذتوه بسهوله؟ النادي دايما سباق في ان كنا بندرسه، يعني درسناه الاول، والله يرحمه الشيخ صالح كامل كان هو احدى الناس اللي هو كنا بنتفاوض معاها في الاول، وابتدى يشرح ايه اللي نقدر نعمله، يعني هو ابتدى قبلينا المهنه ديت او الشركه كانت قبلينا، وبعدين خدنا قرار ان احنا خلاص احنا وانت واقف في اللحظه دي كان قرار صائب اللي فعلا اللي انت اخذتوه كابتن؟ والله مش انا اللي اقول كده. المفروض لا انت كأحد المفروض المشاهدين هم اللي يقولوا كده، جماهير النادي هي اللي تقول كده. هل قرار ان احنا نعمل قناه رياضيه للنادي الاهلي كويس ده كان قرار صائب في ذلك الوقت ولا لا؟ من وجهه نظري ان انا عملته لاني حاسس ان هو قرار صائب ممكن يبقى وانا بقى بالنيابه عن المشاهدين بقول لك يا كابتن حسن، كل جماهير الكره المصريه وخاصه جمهور القلعه الحمراء وجمهور نادي القرن كلهم سعداء بقناه النادي الاهلي، وانا يمكن اكثر واحد سعيد ان انا بقيت موجود في بيتي هنا اللي هي قناه النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى ان احنا نقدم شيء يسعد جماهير الكره المصريه اللي هي سندت الكيان وسندتنا احنا لعيبه واحنا قادرين كل حاجه فيها. يعني اعتقد كانت اول قناه في الشرق الاوسط. بالظبط كده. طيب احنا بقى نقعد نضيفك شويه كده عشان عندي مفاجات ليك كتيره قوي. اتفضل يا كابتن.